تطبيقات كتابية في دفتري، المدرجة ضمن الأسبوع الأول من الوحدة الرابعة، مجال الفلاحة والصناعة والتجارة، المرجع واحة الكلمات العربية للمستوى الرابع. إذا أقرأ النص قراءة صامتة ثم أكمل شكله ضبطه بالشكل التام. إذا سئم نجار العجوز من العمل، فطلب من إدارة المصنع التي تشغله أن تسمح له بالتقاعد. قبل رجاؤه، لكن لن يغادر حتى يبني بيتا خشبيا لصاحب المصنع، وسيكون هذا آخر عمل يؤديه. وافق العجوز مكرها، فلم يتقن صنعة، إذ أنجز المنزل الذي طلب منه بسرعة فائقة كي يربح الوقت. ولما سلم المفاتيح للإدارة وطلب منها الإذن لأن يرحل، استوقفه المدير قائلا: اعتبر هذا المنزل هدية منا لك جزاء على سنوات أدائك. أعيد: سئم النجار العجوز من العمل، فطلب من إدارة المصنع التي تشغله أن تسمح له بالتقاعد. قبل رجاؤه، لكن لن يغادر حتى يبني بيتا خشبيا لصاحب المصنع، وسيكون هذا آخر عمل يؤديه. وافق العجوز مكرها، فلم يتقن الصنعة، بل إذ أنجز المنزل الذي طلب منه بسرعة فائقة كي يربح الوقت. ولما سلم المفاتيح للإدارة وطلب منها الإذن لأن يرحل، استوقفه المدير قائلا: اعتبر هذا المنزل هدية لك جزاء على سنوات أدائك. أفهم؟ ماذا طلب النجار العجوز من إدارة المصنع؟ طلب منها أن تسمح له بالتقاعد. وماذا كان رد الإدارة؟ كان رد الإدارة بقبول رجائه. إذن طلب النجار العجوز من إدارة المصنع أن تسمح له بالتقاعد. إذن قبل طلبه بشرط أن يبني بيتا خشبيا لصاحب المصنع. إذن قبل طلبه بشرط أن يبني بيتا خشبيا لصاحب المصنع. إذن أستخرج من النص الأسماء الموصولة أبين ما تدل عليه. إذن الاسم الموصول الأول: التي، إذن والمنزل الذي، المنزل الذي. إذن التي تدل على المفرد المؤنث، والذي يدل على المفرد المؤنث. إذن التي يدل، هذا الاسم يدل على المفرد المؤنث، والذي يدل على المفرد المذكر. أحول الجملة التالية بحسب المطلوب: الصانع الجيد هو الذي يتقن صنعته. إذن الجيدان هما، إذن الصانعان الجيدان هما اللذان يتقنان الصنعة. الصانعة الجيدة هي التي تتقن الصنعة. الصانعات الجيدات هن اللواتي يتقن الصنعة. الصناع الجيدون هم الذين يتقنون الصنعة. إذن الصانعان الجيدان هما اللذان يتقنان الصنعة. الصانعة الجيدة هي التي تتقن الصنعة. الصانعات الجيدات هن اللواتي يتقن الصنعة. الصناع الجيدون هم الذين يتقنون الصنعة. استخرج من النص فعلين مضارعين منصوبين. إذن
فعلين مضارعين منصوبين لدي أن تسمح له. أن تسمح وكذلك لن يغادر فعلين مضارعين منصوبين لن يغادر. أملأ الفراغ بما يناسب المعنى. إذا قبل أن الفلاح الأرض، يسمد التربة كي يغذيها. إذن ليكون محصوله وافرا. فإنه لن يتباطأ في عمله. إذا قبل أن يحرث الفلاح الأرض يسمد التربة كي يغذيها وليكون محصوله وافرا، فإنه لن يتباطأ في عمله. أعرب كي يربح الوقت. إذا كي أداة نصب، يربح فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الدائرة على آخر. كما كنقولوا دائما كل فعل مبني للمعلوم خصو فاعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. الوقت مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الدائرة على آخره. أعيد، كي أداة نصب، يربح فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الدائرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. الوقت مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الدائرة على آخره. إذا الإملاء، أستخرج من النص الكلمات التي توسطها همزات الياء ثم أعلل كتابتها. إذا لدي أربع كلمات: سئمة، فائقة، قائلا، أدائك. إذا أدائك، وكل هذه الكلمات بها كتبت على الياء لأنها جاءت مكسورة، لأن الهمزة مكسورة. ملي كتكون عندي الهمزة مكسورة ما كنلتجئش القوة الحركة الأقوى والحركة الأضعف. إذا سئمة، فائقة، قائلا، أدائك، كتبت الهمزة على الياء لأنها جاءت مكسورة في كل هذه الكلمات. الإنتاج، أنشئ مع زميلي أو زميلتي فقرة نتخيل فيها نهاية للقصة بجمل تشتمل على أفعال منصوبة. إذا لنكتب نهاية لهذه القصة: فرح العجوز بهدية مدير المصنع وقبلها، ولكن سعادته انتهت حين تذكر أنه لم يتقن بناء المنزل كما هو معتاد أن يفعل طيلة عمله بالمصنع، فشعر بالحزن على نفسه. فرح العجوز بهدية مدير المصنع وقبلها، لكن سعادته انتهت حين تذكر أنه لم يتقن بناء المنزل كما هو معتاد أن يفعل طيلة عمله بالمصنع، فشعر بالحزن على نفسه. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.